اتصال من الوزير السابق بطرس حرب. مساء الخير. الوزير بطرس حرب مساء الخير. مساء الخير. حضرتك ذكروا في راس حطومه هادي الامين انه اسمك من بين ثلاث اسماء الى جانب جمال الجراح والاولى صحناوي بانه تم الدعوة عليكم بتهمه الاختلاس والاثراء غير المشروع وهدر هدر الاموال. موضوع الجمعيات معالي الوزير وراح عم بتتابعنا لما في راس حطوم وهادي الامين ذكروا اسمك الى جانب جمال الجراح ونقول سحناوي. حضرتك مدعى عليه بتهمه هدر المال العام. خليني بالاول وضح شيء بسرعه بالبدايه. اولا اللي اتصلت بالمدعى بتمييز بالنيابه العام المالي ما قدرت حصلت عليه على التليفون. بس تستعلم شو الموضوع لانه فاجئني الموضوع. اتصلت بمدعي عام التمييز، بلغني مدعي عام التمييز انه ما في ادعاء الا انه في ملف بده يحيله نائب العام المالي للنائب العام التمييزي، فالنائب العام التمييزي ياخذ منه موقف حول لم يحل هذا الملف لمجلس النواب. بس انا اللي بدي اقوله انه المدعي عام المالي كان المفروض يكون اكثر شجاعه وجراه، يعني لانه ما يتلطوا وراء مجلس الاعلى لمحاكمه رؤساء والوزراء، لانه هي كذبه كبيره المجلس هذا. انا برايي انه بتروح على القضاء العادي بلك الشجاعه والجراه الكافيه انه يدعي مباشره هو شخصيا ويحيل قاضي التحقيق الادعاء تبعه امام القضاء العادي، لانه انا ما بعتقد الوزير عنده حصانه اطلاقا بتميزه عن اي مواطن اخر ولازم يحتمي تيقدر يحتمي وراء الصراعات السياسيه. يعني حضرتك عم تطالب باحاله الملف الى القضاء العادي، ما عندك مشكل انه يحال للقضاء العادي. 1999 2009 عفوا طلبت فيه انه الجرائم اللي بيرتكبها الوزير وهي جرائم عاديه ولا سيما صرف النفوذ والرشوه واختلاس الاموال العموميه تكون من صلاحيه القضاء العادي مش من صلاحيه مجلس الاعلى. ولا يزال هذا المشروع هذا الاقتراح اللي قدمته بمجلس النواب انا دون ان يبد به. وامبارح وقت تقدم النائبين فضل الله وقيسي باقتراح القانون تبعهم عملت تعليق انا انه ما في حصانه تنرفعها لانه الوزير ما عنده حصانه، اقترحت عليهم ماده وحيده بتحسم الخلاف القائم بين المحاكم حول هذا الامر وتعطي الصلاحيه الكامله للقضاء العادي. هيدي عمليه انه الوزير عنده حصانه هي كذبه مش صحيحه وهي مش موجوده. معليك حضرتك مدعى عليك في لبنان والتجارب الماضيه في لبنان هي حميه كل من رحيل امام المجلس الاعلى. وزير بطرس حرب لو سمحت نعم عم يطرح عليك سؤال زميلنا فراس حطوم وزميلي هادي الامين. تفضل فراس. اليوم معالي الوزير حضرتك عم بتقول انك انت تريد احاله هذا الملف للقضاء العادي وانه الوزير ما المفروض يكون عنده حصانه. طيب كثير منيح. حضرتك اصلا من المشرعين ومن الاشخاص القانونيين اللي عندهم باع طويل. اليوم نحن بفتره العالم قبل القضاء هي اللي عم تسال واللي عم تطلب اجوبه. نحن اعتبرنا صحفيين او على الاقل مواطنين، بدك تعتبره اعتبره. اليوم في سؤال يتعلق بكل الوزراء وحضرتك من بينهم بموضوع تمويل الجمعيات اللي كان يصير، يعني على ما بعرف الرقم بعهد حضرتك قد ايه كان، ولكن كان في رقم يفوق الخمسة مليون ويقارب العشرة مليون بكل سنة. لا ما كان يفوق الخمسة مليون على ذاكرتي، ما كان يفوق الخمسة مليون لا دون الخمسة مليون. وخليني بس اشرح هذا الموضوع. طيب مش في معرض العرض لانه هذا موضوع كيف كان يتم اختيار التمويل بس اللي عملها قاضي التحقيق او الاخرى بالعام المالي لبعدين نحكي فيه. بس في شو السؤال؟ السؤال هو معالي الوزير حضرتك بس اسالك السؤال بس تكفي السؤال شوي بوفر عليك. لا ما بدي اقول لك السؤال، يعني هيدي الاموال ما بس سؤال ب 10 ثواني بس يطرح عليك السؤال. هذه الاموال اموال عامه يفترض ان تدخل الى خزينه الدوله ومن هناك تحال وفق الميزانيه. لو بتخليني كفي بوفر عليك هذا السؤال. طب تفضل تفضل. الشركات اللي هي بتشغل القطاع الخدوي توضع ميزانيه، بتوضع مشروع وميزانيتها وبتعرضه على الوزراء على كل الوزراء المتعاقبين. نعم. من ضمن هالمشروع تبع الموازنه تبعها ميزانيه للدعايه تبعها اللي هي بتضمن سبونسرينج، بمعنى انه تقدر تعرض دعايه لها في محلات وفي اجتماعات بتضم عدد كبير من الناس بتشكل دعايه لها. بايام اللي انا كنت وزير فيه عرض علي هذا المشروع كل سنه. كنت وافق انا على المشروع على المبدا. اما عمليه التوزيع طبعا انا
رفضت انه التوزيع يستمر مثل ما كان بالسابق، وفرضت انه التوزيع يعني كل الناس ما ينحص لا بمناطق ولا بمشاريع ما لها علاقه بالناس. وبعرف انه قبل ما انا كنت وزير كان في على سبيل الذكر كان في 350 الف دولار معمول سبونسر لمؤسسه ما بعرف شو هي لانها بتخص رجل سياسي معين، رفضت هذا النوع من الممارسات واعتبرت انا انه لازم تتوزع هذه الدعايات. بس المبدا العام شو ما كان الرقم معالي الوزير، هذه الاموال يفترض ان تدخل الى خزينه الدوله، لا يفترض انه يصادر. لا لانه حتى حضرتك بالوقت اللي كنت فيه طلبت بتمويل مهرجانات كثير بمنطقه الشمال، يعني كمان تنكون عم نحكي الامور بكل لبنان بضيع كثير بالشمال اخذت هلا. وهيدي المهرجانات اللي مولت كانت مهرجانات اصلا الدعايه فيها ما كانت هالدعايه الكبيره للالفا او للتاتش، كانت يعني شكليه مطلوبه للمهرجانات اللي هي بتامن الدعايه المطلوبه. هلا نحن بدنا انا بتحير لا هيدي دقيقه القصه، لا اشرح هي القصه. هيدي السبونسرنج موجوده كجزء من الميزانيه التجاريه تبع الشركات اللي هي تخضع لتقدير سلطه الوصايه بعد ما الشركات هي بتقترح. الشركات بتقترح التمويل، ما كنت تطلب حضرتك من الشركات تمويل مهرجانات معينه؟ كنت تطلب يبقي الوزير رايه ولا يفرضه، بس كنت تطلب حضرتك منهم تمويل مهرجانات معينه، مش دائما كان يجي الاقتراح. كنت تطلب بدون العوده الى مجلس الوزراء بدون العوده الى مجلس الوزراء؟ ايه اكيد بدون العوده الى مجلس الوزراء. لا لا مجلس الوزراء صلاحيه الوزير، صلاحيه الوزير. بس هيدي الاموال قصدي بعد، يعني قبل ما تفوت الاموال على الميزانيه، انا قصدي يعني قبل ما مين توصل برائب؟ يعني ينصرف المبلغ قبل ما تفوت الاموال التشغيليه. من الاموال التشغيليه او المصاريف التشغيليه تبع الشركات، الشركات تحتاج الى دعايه تجاريه وهي بتدخل كده. ايه بس دعايه عم نحكي يعني كامبين، عم نحكي اعلانات بتفرجي انه هاي الشركه شو عم تعمل، مش بمهرجان عم ينباعوا التيكتس، يعني مهرجانات كمان كان يكون فيها بيع للتذاكر. هو المطلوب الدعايه يعني اذا بدك ما بعرف انا من الناحيه ما تاخذ فيها العين التجاريه او ناحيه من بعد هيدا الادعاء شو الخطوه التاليه؟ انا عم بقول لك كل شركات العالم بتتعاطى بالاموال مع الناس بتبيع برودكت لها، هي بتعمل دعايه للبرودكت. هي الشركات دعايه مش لوجو صغير مش لوجو صغير بسقف هذا الدعايه معالي الوزير. ما بعرف هذه يسال سؤال معالي الوزير. الدعايه هي بتحط دعايه انه هي مموله ومشجعه من هذه الشركه. قديش بيزيد مبيعات الالفا او التاتش؟ هذا اذا مهرجان ابو ساعد زمان نحط لوجو للالفا او للتاتش، قديش بده يزيد مبيعاتها هذا تتكب عليه 50 او 100 الف؟ انا بعرف انه الشركات هي بتحدد سياسه الدعايه مش الوزير. انا بعرف انه الوزير كان كثير كنا نبدي الراي فيه وش نحن نقرر. لا انا ماني مقتنع بهذه النقطه. الوزراء كانوا يطلبوا الوزراء كانوا يطلبوا تمويل مشاريع. انا ما على علمي ولا مره فرضت على حدا شيء. كنت انا جيني المشروع وجيني الطلبات المقدمه للشركات كنت توافق عليها، وكنت بعض الاحيان وجه بان نشجع النشاطات تدعم كل اللبنانيين يستفيدوا منها كل اللبنانيين. معاليك في حال رفضوا الوزراء الباقيين وخصوصا جمال الجراح يعني يمكن يرفض اقتراحك اللي اقترحته بالاول، عندك استعداد انت هلا قدام اللبنانيين تتحاكم قدام المحاكم العاديه؟ فيك تطلب هذا الشيء؟ انا عم بطلب ان المدعي العام المالي خليه يدعي مباشره قدام القضاء، وانا مثل ما قلت وبعدني بقول ورح ضل اقول يلا براس المدعي عام تمييز انا مستعد يبادر للتحقيق امام القضاء العادي وما بدي انا ولا حصاني اتمتع فيها او طالب فيها او اختبي وراها لانه ما يصير تحقيق باي شيء عملته بوزاره. إذا الوزير بيطلب هيك شيء بيتحقق ولا لا؟ قانون عن هيدا الشيء بس هي شعبوية يعني تبقى بخانة الأمنيات؟ أستاذ بطرس هل هي بخانة الأمنيات والشعبوية هذا الموضوع ولا في يصير هذا الموضوع؟ لا قصدي في بروسيجر، في طريقة تصير عن جد هيك ولا لا؟ في قانون بيمشي بشكل معين؟ المدعي العام له حق يدعي أمام النيابة العامة الاستئنافية، والنيابة العامة الاستئنافية هي بتحيلها للتحقيق يعني فيها تصير يمنع. هو اذا حاله بهالحاله في الوزير يرفض اوكي ما في شيء بيمنعه اوكي ابدا اطلاقا. الوزير بطرس حرب على المدعي العام كقانوني وزير لارتكاب جرم جزائي. حضرتك عم تطلب هذا الموضوع تنشوف المدعي العام لك. الوزير بطرس حرب كقانوني متمرس عندك ايمان بانه هالاسماء يلي في عليها ادعاءات او اتهامات يعني هودي السياسيين المتهمين عندك ايمان انه سوف تتم محاكمه هؤلاء بلبنان؟ يعني هيدا الجيل رح يروحوا يتحاكموا من المجلس الاعلى للمحاكمين الرؤساء والوزراء؟ ما عندي ولا ايمان، عندي ايمان اكيد انه لن يحاكموا. اما اذا كانوا احيلوا امام المجلس العادي فالقضاء العادي الجزائي مثل ما انا عم بطلب، عندي طبعا ايمان انا ذاك
اذا هذا اللي ممكن يتحاكموا على الجماعه وتصدر في بحق المرتكبين من المرتكبين منهم احكام جزائيه. الوزير بطرس حرب، شكرا لحضرتك.